هلا والله، تصدق الوضع اللي احنا فيه وضع مختلف جدا. الايام تمشي. اي والله يا اخي، صار كل شيء مختلف. هلا هلا. ابد نحكي لها عن 25 يوم مضى. تعال تعال، ما في قهوة اليوم، شاهي بس. صاحب صح صح، قول ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله. أنت من النوم؟ ها؟ أمس من النوم تعرفي؟ والله أنا النوم لو أنام دقيقتين خلاص كفاية. هذه القهوة صح؟ ما في، كله شاهي. لا هذه القهوة، ها؟ كله شاهي. تأكد؟ إي والله، درت عليها كلها أنا شاهي. قهوة قبل لا. لا يا ولد، استريح استريح ايش فيك ابو غالي؟ استريح. همومك؟ الله، ايش همومك؟ تفضل. همومي ما في ولا هموم. يا رجال، يا هلا بالنور. يا هلا يا هلا. ما بالله شاي، بالله شاي 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 شاي. انا مثلا ابو غالي من الحرات كلها شاي. بالله شاي شاي شاي. يا ابو فكري يا حبيبنا، الا بلغ يعطينا قهوة شكرا. اسمع قهوة اي تحدي شاي هو من غضب. شاي شاي ها؟ الوضع كله شاي. ثلاث ساعات ما في احسن منه. ان شاء الله انه اختباره. ها؟ والله يحيي شيطان. والله شاي. كله. مرحبا لك. لا والله. نام نام. نام يا فهد نام. نام وانا اوريك. ادخل لك بعد اقتل. لما عند راسك. اقتل. اوه اليوم ازعجنا. ليش سوى؟ جاك انت اول واحد. من حضر مطر الصبح؟ لا والله نوم. ها؟ حضرته؟ ها؟ المطر الصبح. والله يجي مطر. والله يجي مطر. انت وقت تهز راسك ما بعد جذبتك الجملة؟ ها؟ حضر مطر الصبح، يعني واجه مطر الصبح. يعني جاء. والله يجي مطر الصبح. اي والله يجي مطر الصبح. ايوه. حتى بعيسى ما اقدر اخش القرية منها. تعال. بعيسى صدقني لو ان شاء الله يجي اللي يجي راح يدخل بيت ما في. ويجي بركان على سفينه في بركان جاي داخل من على والله يعدي عمله. والله يا جاك مطر غرش المسجد غرش والله البارح الصبح. والله خالد انك تحلم ما تدري والله انه المسجد الصبح يقولونه يا ولد وين ما في ولا شيء. ما عندك ولا مطر؟ لا لا تسعه سبعه ما عندنا مطر ما في شيء. بعد رحره لا يقولونه بعد رح عبد الله كلهم ما يدرون ذولي ما يدرون. شفت عبد الله الروقي وعبد الله فريدي وفيصل من معهم الرزقي لا تاخذ منهم علم بالله. هل السفينة يا هل السفينة تخيلون بني عبد الله. اي بني عبد الله العبادل صدق ما في عبد الله الرزقي ما في فيهم عبد الله صار عبد الله الشمري ما جمع له الفك كلهم بني عبد الله ماشي. انت اخت على نفسك جاي. انت كنت رجل صالح لين مشيت مع فهد فارق. من هو؟ انت كنت انسان صالح لين مشيت مع فهد فارق. عادي ابو صحاب نسوي حال الدنيا. ها نكبنا الله. اقول الحمد لله انك خالي بس. ولا كان؟ ولا كان راح تسامل مع الريدي. ايه انا لا في حته ثانيه انا. كان ضربتني فهد فارق؟ ها؟ انت تعلم مع نفسك. طيب اسمع انت وين في مكه ساكن؟ والله تجي بعيد. استغفر الله. حدود مكه. ها؟ فنوريه. فنوريه. ابعد عن نوريه يمكن 10 دقائق بيتها. بس في المنطقه اللي انا فيها ما فيها نت. يعني ما اقدر اوصف لك احدد لك بالضبط. ما بينك يعني بكره ما اقدر تتواصل معنا كجمهور. لا لازم اطلع النوريه اتواصل معكم وارجع. صدق والله؟
احنا كجمهور بكره ما نقدر نتواصل معنا. لا لازم بكره تعب عشانكم. لا طيب نبغى نعلن عندك شيء كيف؟ لازم تدقون على الشرطه. اوف 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 تدقون على الباب فهد. لا تذكرني والله اني حال من حلم في دوريات واجد رب الكعبه. والله العظيم. انت حال من الصبح في مطر وحال من والله يا جماعه ترى انا في لا الحين انا على الارض مليانه مويه. يا خال انا مليانه مويه من مبطي حتى جرى يجي. انا عندي مشهور واحد اتحلم فيه كل يومين. من هو؟ عبد الرحمن المطير يا عيال. يا يجي لي في الحلم يقول لي الصبر 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 واختفي. عبد الرحمن طيري؟ اي ما شاء الله. تخيل انا اتكلم فيه من امس. والله والله يا زيد هذا الدليل ان شاء الله ان امورك طيبه انت ان شاء الله باذن الله. تخيل جالي وانا نايم تمام تعبان وشوي يجي لي تقريبا جاء من الباب اللي هناك وسحبني ورا الخيمه. هو اي هو مسكني وقال لي الصبر الصبر الصبر, الصبر. وراح لابس مايك ولا مو بلابس مايك؟ لا مو بدون مايك. حافي ولا ما؟ والله يا جماعة اني استغربت. انا من كثر المايك ذا تحلمت في ولد منيب عبد الله. والله اني متحلم فيه. انت راح انت ترى احد انت يا عبد زايد انت راح احد اسباب هجرتي. هجرتك؟ انت راح احد اسباب هجرتي من الفراش. من الفراش اي والله. الله المستعان. عليك. يا ولد شنا دولابك ليش شناه؟ بعدين قلت يا زايد رد رد. ولا من اول والله دولابك هذا ما ندري انه لو انت تحذفون ببرا في الشارع. والله انت ولا شيء كذا كل شيء شالوا عليك. لا سلام عشان الانسان سلام عليكم يا رب. سلام ورحمه الله وبركاته يا فريد. يا اخوي يا اخوي انت مغطيت عليك الماسوره ايش اسوي؟ الصبح جاء مطر عبد الله. اسمعني يا عبد الرحمن ايش كنت اقول؟ اقول لك كل اغراضك شالوها ما بقول لك شيء. انا انسان سمح طيب يا ابو فارس وامشي يا ولد. يا عثمان بالله صيح عليهم قول لهم نبغى قهوه. صب الفنجان قهوه ما في غير شاي ترى كلها شاي كلها اربع شاي مسابقه شاي كان عندهم هذه تبيع حذريه ما يقول لك الشياب كان عندهم مسابقه شاي. طيب ما في يا خرب كانت في قهوه قبل الصلاه قويت انا رحت صليت جيت لا ما راحت مشيت معك راحت تصلي راحت انت شمشم قالوا ما في. طيب يا فهد ها في النوريه ساكن؟ ايه 10 دقائق. عائلتكم كبيرة كم عندك اخوان غير سلطان؟ كثير من القهوة. اخواني ثلاثة وانا ربعهم. فوزان وسلطان وخالد وفهد. الربع زايد ما شفت تسليبه رسمي. ابوك يشتغل في العقار ها؟ ابوي لاعبها صح. اربع بنات اربع عيال. ما شاء الله تبارك الله. تعرف احنا كل سنة نروح لندن. تروحون وين؟ لندن. لندن لندن انتم عايشين في النوريه بدون نت تروحون لندن؟ هذه علي هذه المصيبه يعني تعرف احنا هذه علي وانا خالك يعني ما عندنا تاثيرات يعني لو انه عايشين نت عندنا تهرج في لندن بنفس طبقه الصوت عندنا يا ولد تهرج في لندن بنفس طبقه الصوت هذا؟ نعم ما رجعوك ما ضربوك ما استيقظ لا كل سنه كل سنه نروح لندن احنا العائله الكريمه. وش معنى لندن؟ كفو والله والله عاد لندن عظيمة مدينة آه لندن لا تذكرنا يا اخي لا تذكرنا ياخذوا فيها شوبينج وراحة لندن لندن ايش اسمه؟ لندن ايش اسمه؟ لندن لندن كل سنة عظيمة لندن مشقر على لما الدوم ما نقصر زين زين فهد فهد خير ان شاء الله لندن كل سنة خير ان شاء الله مشقر على لما الدوم لا ما يكفي فهد ما يكفي هذه قهوة فيها شيء؟ طيب فهد ها انت كيف تاكدت انها قهوه بس؟ هذيك الاخير هلا لا ما هي قهوه اسف وش عندك ذكريات في لندن؟ انا حبيت في لندن طال عمرك. لا وش في ذكريات اماكن القهوه؟ والله لندن كل ابوها مكانها لا كل ابوها هذه تلم بالذكريات اسمعني حق الشعر هذه كل ابوها ما بيها ولا تمشي هذه حجر راس عثمان متعود اختار حتى عثمان جاب لكم شاهي لا لا اختار لي مكانين ثلاثه وانا خالك. شارع الحب في لندن طال عمرك. شارع الحب وين يا ابو حائل انت رايح فين؟ يا اخي مشكله البدو ذولي ما يدرون. شارع جابر ليه مريته؟ ها؟ الشاذلي ليه؟ لا. انت تنطق الزين بعد الشاذلي ليه؟ ابكى ما طلعوا من الدوم من عمران الاسبوع اللي راح. ها؟ انطق الزين. الشاذلي ليه؟ لا. واشتغل؟ الشاذلي ليه؟ لا. واشتغل تستات محل عطرات واشتغلنا. قال انه من لندن ها؟ انا تولي اشغلونا استاذ وشو؟ انا ما ابقى كبدي ولا واحد يطلع من قريه حتى اسمه
قريه فيها برستي زي المقاول زي عم قرميد ويجي يشغلك في لندن ينافسك حول قوس الله بالله. فهد صلى الله عليه وسلم. فهد وين كنت تفطر في لندن؟ بغيت اقول هالواقدي اتفق اتفق معك هذه افطر بفوال لا عندهم مطاعم وسويت خير يمنيه فطور في شارع العرب. فهد شايف الا مقطع يفطر اومليت يفطر حلوم انت ايامك هذه معطي فهد الولاء والسمع الحمد لله ابو فارع الله يدوق يا العود ابو فارع صرح تحتاج قهوه لا بس شايف هاي حبيبي ابو صرح ابو نزار صرح البارح ابو نزار راح نظره على لك سفره محمول مكفول الى لندن تبى شيء هو ليش ما يصرع غير صرت غايب انا اسمع لا البارح تحت البث صرح تصريح هو هو ما يصرح غير تحت البث صرت غايب انا ليش طيب التصريح اللي امس قلناه لابو عبد الله يطلع على الهواء ولا فقط بدرك عالي يا تصريح حق الاكتشافات انا اكتشفني طول العمر عبد الله الفريدي اكتشفك عبد الله الفريدي نعم واجد هذه ما غير شيء حد في عبد الله الفريدي غير عشان ينافسني في السوق والله هو عند انت تروح عشان افشي في السوق انت تروح تهرج انا بالنسبة هو اللي قالها بنفسه فقط اكتشافات انا اطلع في كوميشن روم اطلع في كوميشن روم بكره اقول لك شفني عبد الله الفريدي اسمه كوميشن روم كوميشن روم حلو انت نطقك زين بعض الناس يقول له فشن روم بعض الناس فشن ترقبوا شباب ترقبوا اللي بيجيبون الشباب الحين شوفوا اسلم فانا اقول ان شاء الله في لندن باذن الله ابد شفره محمول مكفول طبعا لندن اللي اخوانك واخواتك قالوا لي لا لا هذه خلاص احنا قديمه اقول كنا نروح الحين كل واحد اقول ترتيب العائله على اساس السفريات من اول لا لا الحين تسافر انت وياه لا لا انا اخواني طول العمر كل مستقل بنفسه سافر الحين بوافقه ابوك ولا حالك الحين موافقه ابوي وامي ويلحقها بتساوي يلحق الدنيا وانا بعد الحين بالله يلحقها شيء انا اعلاميا الحين موافقتي ها انا وكيل اعمالك يا فهد اسمع ابو فارع هلا لندن اللي بتودني يمها سياره ولا طياره؟ والله من حال على حسب يمكن على عربه ما كثر الا غير الشفن عربه العالجه العالجه برميده لا لا برميده حياتك كلها في الرياضه برميده؟ لا ايه في المملكه السعوديه فقط برميده حياتك كلها في الرياض؟ ايه لا من كلها ها نصها في الخد في الرين الرين وين هي؟ ما تعرف الرين؟ الا اعرفه. ليش تقول هذي؟ ما في الرياض؟ لا. الا. حسب حاره في الرياض. ارد جراب. طيب ايوه. وين سافرت يا ابو نزار؟ انا سولف يا ولد. تخرجت جيت الرياض. انت سواليفك. لندن لندن. لندن؟ لندن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جيب مكان جيب مكاني. لا علي الرزق. لا تجي خلاوي. انا جيب مكان جيب مكاني. جد. جيب مكان اكبر سعودي برمجه احنا نسولف يا ابو عابد نتعرف على بعض تعرف احنا طال عمرك مثل هي احنا مثل يسير على العرب بس اكمل بخير كيف حالهم يشد الشايب هناك ابوك طيب ابهلون لا والله ما بخرب اشتله ما خلوا الربع علوم عرفت تغدى وراح ما يدرون بعلوم انا عندي اشكاليه واحده من اللي يزورك المستشفى يقول تعرفني لقمنا لكن هالحين اليوم بنذكر بعضنا ناخذ عناوين بعضنا اليوم بناخذ الادرس حق بعض مفروض ادرس الزهيد والله يا شفت ما له علاقه ابدا الادرس ساعته ب 15 ريال تاخذ العنوان يا ابو نزار يا ابو نزار يا ابو نزار اول لمس اول لمس من الطفش ابو نزار اول لمس من الطفش انا وزايد يا ولد بغيت اطق بالك نفسك يلا زين ما رد بغيت اضرب الباب انت معي ايه والله نخش الاعداد ونخش الاعداد ونتفرج ونتفرج على التلفزيون يوم نزلونا كفش الروم يوم زنحونا بالخصم الله يسولف قال والله كنت مبسوط كنت سعيد جدا كنت في اتمم فرحي وكنت اتمم فرحي ايوه والله لو اني بنقالي والله اتمم فرحي في احسن ساعات حياتي انت تشوف اللايف ايه انا طالع فيه انا من دبلة كبدي وش يعني انا زايد يرد فيه يقول وانا اوقف في محطه ومالي ثلاث دقائق او اربع دقائق جاني خبر سعيد قلت انا لازم اكافئ نفسي على الخبر ايش اللي جاني واخذ قهوه وانا امر لي كشك ايه واخذ قهوه سعر القهوه يمكن 22 24
ما في شيء في مدوم ينباع ب 24 25 اكثر ما ينباع شايب 3 ريال اصلا ما في كشكات قهوه هي ويقولون امر لي محطه يقول بعد محطه كشك حق الساعات هذا من هو واخش عاد الله يستر على ما لا خلاص واخش لي محل ساعات والقى لي شكلها قديم وذكرني بايام الابتدائي والناس الاولين وانا طالع وانا طالع وانا عارفه ما معي 5 ريال الساعة شريعة يقول وانا في الدمام شريعة يقول وانت ايش سويت بها شوي قال والقى لي الساعة هذه ولد قلت هذه بكم ذكرتني بالزمن الجميل بايام فرحي زمان كم كم فرحي زمان ايه شوي ما تخرجت سعرها زين العاب ايه سعرها زين قلت الحين بيقول ب 15 10 ريال قال والله سعرها 250 ريال والله لا تكذب يا فهد جلطني جلطني فهد والله يا رب يرجعون للبث يشوفون موجود مو انا ما احتاج يا تدري ايام المتوسطه كنت شغله طن 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 عطاها 250 ريال انت حطيت السالفه في مدهم حطينا المبلغ 250 ما يدي اجل لك علي بابا انت ايش بديك يا انا لازم اروح لي مدرسه تدور الكلام من امك هذا انت قصدك لازم نعالج عبد الله الروقي صح؟ خالي انا اللي هرجع له بس يا برميثا مسفر مسفر الرين وش بعيد عن الرياض؟ ابد ورا دراب اسف الزول ولد الرين سلامات الرين اللي وراء شو اسمه ادري بغير يبغى يهرج يعني ها؟ 150 تقريبا 150؟ اي اوكي عندكم بيت هناك؟ ما طريق بيشه ها؟ عندكم بيت هناك؟ لا والله احنا كذا نجيب لها في الرياض احنا ابو نزار سحبتونا شفتوا سطحه لا في نص سطحه صدنا سطحه سلطه صدنا شطحه قبل تورنس صدنا شطحه قلت عبد الله الروقي وين؟ قبل ما فيصل عرجاني قلت فيصل عرجاني وين؟ قبل عبد الله الروقي رحت رقدت من ولا فهمت؟ ايه كذا يا فهد الله ورنس ورنس يا فهد يا انا يا انت فقر يا فهد الله ايش تبغى عبد الله الروقي بعد ما صعد سند يا فهد يا انا يا انت فقر اه متى توعد يوم السبت يا فهد فارع يا عبد الله الروقي انا ارشح فهد فارع انا ارشح الروقي انت خلاص مع السلامه نزل يدك انا ارشح الروقي وانا ما الروقي انا ارشح نفسي انا حربي ما في الا واحد يبينا في السر الاخير الله يديني صادق خلينا نزغ يعني انا معك يا ابو فارع قلبا وقالبا فهد فارع سيارتك كويس انا ايه هونداي ما يبغى هونداي حتى ما يبغى هونداي ما ادري كيف ادخل فيها ونيت اسمه ونيت يقول ونيت يعني يوم ونيت يوم العرب ونوا سلام وانا رفيق على مشهاي فهد وش اكثر الوجبات السريعه اللي تتناولها؟ جاني؟ وش اكثر الوجبات السريعه التي تتناولها؟ الغيبه الله يغفر الله العظيم اي وقت الساعه 2 ونص في الليل عثمان 3 ونص بدري 3 الى 4 الواحد يكون صريح يلا يا كل اثنين يتعرفون على بعض يلا انت ما ايش انت يا فهد من عبد الله انت من وين قلت لي انت فيها عبد الله انا كنت من جده وين انت صرت من الرياض من وين والله ما تمس جده مثقال ذره يا خوي ها وشو اقول والله ما تمس جده مثقال ذره لا مش احد ولا شيء جيت خفيف نفس على الارض كيف نفس على الارض بس ما انت خفيف نفس على المواطنين هطلع ما عليه لا صدق عبد الله من وين من القصير من اهل القصير قصير من برايد طيب عشان تدفعون بس مع التخفيضات والخصم كم هو ابن حلال يبك تدفع على اللوحه 500 400 ريال وتصدق عنك ب 300 ريال والله من خساره بس ما اجيب 500 ريال تصدق ب 300 على طول في صور كويسه قويه على 2000 على 1005 على امانه تقدر تصور تقدر تعطي لا انا بصير رخيص معك يا ابو انا صورتي تعدي 150 ريال والله ابن حلال صورتي تعدي 15 زهيد عاد روح تخش بك هذا لا تصور فهد لا تصور بس انا بلي ثلاث زول عشان يجيك ما يصور هو يرسم والله صدق الرجال استغلها ليش نستغل ويش؟
نرسمك في لوحه كبر ذا الطاوله. زعلان. وش استفيد يوم ترسم لي؟ ها؟ وش استفيد؟ تبرع عنك 300 ريال. يا ولد نشب. طب انا اروح اتبرع. اروح اروح اتبرع بس وهبك تاخذ. يعني الصوره طالع عيب. الصوره طالع 300 ريال صح؟ انا مصور. صورني. انا اللي دفعت 200 و300 للوقف كاني دافع 500 هناك صح؟ ايه. كاني شاري كاني مسوي الصوره 200 ريال صح؟ لا 500 كم هي؟ انتم تاخذون تاخذون 500 300 تدون الوقف و200 تاخذون يعني كان الصوره ب 200 ريال فقط. لا كان الصوره ب 500. لا لا متى كانها ب 200 وانت متبرع عن نفسك. حلو هذا اذا انك متبرع. اروح اتبرع ب 300 واسلم. بس من كنت صورتك اول شيء الفائده انه يرسمك رسمك انا صوره. انا وش انا ماني محرر فلسطيني مرسم. ايش عندي انا؟ الا فاج الا فاج. وش عندي؟ الا فاج. انجازاتك عظيمه يا حلوك يا زايد. حلوه. لا تستحقر نفسك يا فاج. انا ما استحقر نفسي بس خساره. سعر جيد. وشو انت ولدك موجود اصور نفسي وقضين بس سيلفي واطبعها سيلفي احسن يا فاج. لك لوحه تعلقها في بيتك. لا 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 يا بشر 40 ريال عصر. انت وجهك ما شايف السراجي ورا وزن حنيبه. ايش فيك؟ اجل صوركم ولا فلاتر سناب؟ انا والله ما صور لي ثلاثه. ايه فلات سناب. وش سنه انت لو تحط مكياج ما لحق زين مره فلات سناب. شوف علي ضعف خشمك تقول هذا ضعف خشمك. هذه حركات هذه حركات ما تصير. انا اخترت تصور فيه غير بس بعض الالوان ما غير شكل ثلاث ثلاث الوان انتهت وضاع تصور فيها. عندنا مشاركه من عمان اخوان. مشاركه من عمان حسب الراديو. من وين؟ من العمر. يقول لك يا زمان انتهت وضاعه يوم كثرت بلبل الضيعه يوم جن سناب وتباعه وابتلش ناس انه وشيعه. زايد اتبع من حلوه اسناعه وتركه من كان بهميعه كل فلتر قاس لقناعه شي جميل وشي شنيعه شي ورود تغطي قرعه وشي فلاتر شوف همريعه تقلب انك كلب في ساعه تعكس لوجيه لقطيعه نيمناتي شوف صناعه انشده ونفسي يقنيعه وصنعه هبال وصياعه وسياساته وتقميعه. يا سلام يا سلام صاحب درك. هي كانت على ايام فلتر الكلب. الله يعزكم ويعز سامعين. الله يعزك. لا في اسمع في فلاتر من قلب السحاب يا ولد تغيرك 180 درجه. اقول الله يخليها والله العظيم ان الفلاتر نعمه من الله. لا في شيء اللي يغير صدق بس درجه الوجه درجه. لا لا وش صفي الوجه يسوي؟ صفي الوجه صفي انه يصفي البشره يعني كان تصفي لكن ما يغير خشم ولا اقول كلنا راضيين في خشم ضعيف خشم كلنا راضيين بالفلاتر. انت واحد الله يطول عليك. الله يا ابو فارع بلي الله يرحم والديك. هذا سوي بس الغدر كلها انا ودك. انا من جمهورك يا ابو فارع. على راسي من فوق ابو فريد. يا ابو غيب دقيقه بجيكم بلعبكم لعبه تحدي. ايش غنى ابو فارع؟ شفت اللي يلعب واجد يطلعون ابراهيم. اي والله نعم. تيجر ما تيجر ديلمة 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 على طول. انتو شكلك يجيك المعيدي هنا يقول لك ديلمة خذ اللي معك وروح. لا تكلم عادي. انا شايف الامور متكالبه علي الايام هذه. اي ما ادري ليه هو ابو سعد. انت اليوم هذه نشيت اشياء المفروض ما تبينها ابو سعد. ابو سعد يجيك المعيدي يقول كذا يبطيها ديلمة ديلمة. الاخر يقول انت مش انت ما بعطيك ديلمة. تبكي على طول ما بعطيك ديلمة. ما بيزعلون. يا ولد جريت ابكي. انا بس خلاص حطيت عليه اكس. ايه ها تضحك على الجنايز بعد. الله يوفقك. طيب ايش صار؟ حطيت عليه اكس شكلي طلع مو زين على الشاشه. والله شكلك طلع مو زين. انا معلمك يا ابو نزال اخذتك على جنب. خلاص انا اكسر خاطر. والله شفت لي مقطع يوم طلعت المستشفى كل يوم نصيحه ودرني خبي. خلي ولي بس الرزق واضح انه طول عمري في فقره لب جنبي. فقرة تلب فقرة تلب. ايوه كمل سيف سيف اتكلم عن سيف. انا كان جنبي سيف. الله المستعان. هيا في امان الله. ساعود اليك. هل تريد ان اذهب معك؟ اي اذهب معي. هيا هيا يا مسفر. هيا 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 يا بنا يا مسفر. انا جايك. انتظر 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 انتظر. انا جايك انا جايك بابا 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 بابا. الحمد لله رب العالمين. بابا 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 خذ تفختي تفختي. اجاك بابا. والله العظيم لو اني رئيس دولة حتى حافز ما اعطيه. ولا راس ما جلبت وجهك عليك. لا شوف اعطيه حافز ما عندي مشكله بس اوزن الدنيا عنده او شيء بدل. لا بعطيها حق ارمله.
او كاد اسمع يا ابو فارق انا والله اني اقولها صدق، انا طول عمري ما قد بكيت يا ولد، والله والله هالقريه يا ولد يوم دخلتها يا ولد مرت شرب مرتين يا بكيت يا مالب وبكيت على عمر الحامد. لا انت عمر الحامد المره ذيك يوم بكيت يوم انك مسحت على جنب هي هي حقت الاب اما الحين ابو فارع ابو فارع اي ابو فارع قضينا الحين بالله خلاص الله خلاص الحمد لله وش دراك الحين الله يحييك جايبين لا ابا جايبين سيرة ابراهيم تبكي انا سمعتها ابو كان اللي شايلها غنيها هو سيرة كلمات عبد الله منصوير يعطي بورا عبد الله منصوير اسمع الظاهر شاعر يهول لا لا فعلت شو اسمه الاعدادات حقتي الداخليه ايه سويت فورمات كنترول وسيطره على الدموع خلاص قضينا ما ظني والله وقللت شرب مويه علشان ما يصير عندي دموع والله يمكن لي 29 ما بكيت الاختبار يا رجال مدندنها كل يوم بالغرفه انا ايه؟ برمتهم علي انا ما فهد بارع كرتون فاين مخلص عليها مسح دموع لا غطت وش اعوذ بالله غطتها العبره يوم شاف صورت بيها الله يخليها الله يحفظه شوف فهد فارع عبره شوي ولا داير شوف فهد فارع فهد فارع اذا 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 تبي تعرف انه تبي تتهمني خلني امشي لا لا ما انا متهم اذا صار في موقف يعني موقف جياش يعني يحتاج مشاعر زي كذا شفت فهد فارع يقول كذا ابو علي تشوف شفت يقول كذا العب كوره كذا تدري ان فهد فارع واصل مرحله يعني لو يبكي افضل له بس يعني انا هني على السيطره ليه وعاد ايش الكابر اني ما جاني شيء ولا انتم ليش انت كافر عندكم ولا لا جاء عندي تفضل يا عمري خلاص تعال حبيبي انتم عشان كلكم ال 20 لا 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 كلكم ال 20 بكيتوا ولا ايوه عرفت ايه غصب حط عليك شيء غصب تتهموني الا ابكي عشان كلكم كشفتكم ال 20 وبكيت شفت انا انت اللي كشفنا خرب بيتك على الشاشات كلها ما كشفنا الا انت ما مدع عمر الله يستر عليه يروح الا جالدنا هنا تعال 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 من هو انت يا هذا شاهي هذا شيء في الغرفة انت تقوم من النوم تشرب شاهي انت بنتي انت ربيع انت والله غبي ربيع الاول والثاني اقهوه وين هذه وين هذه كيك اللي جنبها والله ذيك ذي لا 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 فرقع كذا اللي انا جايب منها تعلمنا شو الشاهي يا ابو طب تقهوه انت قام من النوم تشرب شاهي ما تقهويت والله يبي لك خمس ست سبع فنجيل يلا هذه فنجان على طول واحد بس واحد ما عاد يعرف والله يا ابو نزال ما يعرف ولا كيف يا ولد يا ولد بس اسكت عز الله عنا بس راح مرتن كافي يا ابو فارع ما عاد فيها العادي شياب المجتمعو ينتفون القاصي والداني ما يوعدوا يا ولد احنا بنسوي حمله بكره على من؟ بنسوي حمله على الربع اللي يجون الصبح هنا اجل انتم تسمعون اصواتهم يا ولد يشغلون السبيكر واصواتهم ازعاج اليوم صفاق و شيلات اقعد اكره الساعة والله ما شاء والله يا عيال والله ما شاء الله فيهم نشاط العواد هنا ايوه راقدين اول الليل راقدين اول الليل متى ترقد؟ تلقاه يرقد 11 ها يجيك مروق الساعة 11 ايه؟ يا حبيبي تلقاه نايم من الساعة في عود يا عيال يجي عند رؤوسنا يلفلف اي 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 هذا جاهز عجني شفتوه؟ متى جاء؟ وده ياخذ عمار تقول عياله وده ياخذ عمارنا ناقدين على انا والله لمسني اني عيالني مستعي اني دب حطيته انا طالع فيك اني لديه كذا في خاطري قلت تو يو قلت ان شاء الله يمر عند العماني عشان ما عاد يمر مره الله دقن دقن ها دقن والله عشان ابوي ما يختلف عليه يقول احنا رقود كيف تجينا لا ما قال لا ابو عماد ترى خويهم ابو عماد خويهم ابو عماد كل يوم معاهم ما عاد يروح لهم عطوعين ما عاد يروح لهم لا لا خرب ابو عماد خربتوني والله ها اقول له الساعه كم يعني خلاص ها اقول له الساعه كم تقول لمن اقول له الشاي اشغلني واقف على راسي واقف على راسي انت عند الباب اول واحد يفتح تلقى حاسس انا فهد صوت فهد اليوم غني صوتي وانا راقد صوت المطر ولد بذكرى ولد انا اليوم اتذكرها كانها فلاش باك ذكريات قمت صرخت صرخه بالغرفه يقوم فيصل عرجان جنبي شويك شويك سمعت الصرخه قمت صرخت يعني بشابري مشابه يا ولد انت اسمع فهد يقوم فيصل قال انت علامك انا الحين اتذكرها بس ما ادري وش ليش صرخ وش صرخ وانت تعرف فيصل فيك شيء فيك شيء قلت انا بعدين اعلمك واسحب عليه وارجع وارقد يقولون اللي اكلتها وتوهق يقول انت قمت صرخت وقومتني ورقدت على طول يقولون انا جلست
عبد الله يصير برمان اليوم يهرج. بس سيف 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 تدري ايش يقول سيف؟ سيف يقول كذا شوف كذا سيف حاط رجل على رجل يقول عز الله انها هي اللي تستاهل اللي يكتب فيها قصيده. اي والله زين فيها يقول من زين فيها اه القصيده اه اي والله العظيم اعوذ بالله من اي يقول هذا والله اللي اكلوا حقي قسم بالله يا ابو فهد انك تقول انك تقول عز الله انها هي يقول من زينه اي من زينه انا تستاهل القصيده بس والقصيده من زينه ودي احفظها القصيده من زينه ودي احفظها قبل لا ينام ايش قال لي؟ انا ماني شاعر عشان تدرون قبل لا ينام قال اتمنى اكون شاعر عشان اكتب قصيده يقوله اي قبل لا انام زين مسافر لا 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 حد لا 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 اسمع اسمع عبد الله رزقي على طاري صيحة عبد الله انت سمعت صيحتي لا حد يعلم على زايد لا حد يعلم بعلمكم على طاري الصيحة ما انا ما سمعتها انا يا ولد ما ادري انا صرخت صدق صدق لان فيصل قام يقول شفيك شفيك اسمعوني اذكر الصيحة اسلم ابو فهد اسلم على طاري الصيحة ذي احنا طالعين للبر هذيك مرة طالعين للبر كل بونا انا واخواني واهلي كل بونا وحنا نرقد وتجي الساعه حول ثلاث ثلاث ونص يا ربع اعوذ بالله احنا جنب بعض اخوانا انا واخواني جنب بعض ويصيح صيحه مش على اخوي اقسم بها الله اني ما انساها يا عيال يا ولد صيحه اقوى صيحه سمعتها بحياتي هو يفز بيننا واقف هو يصيح ويطلع يقول نطلع كل بونا ركض جاثوم جاثوم يا ولد ما ادري ايش السالفه نمسكه ونقعده شوي اقسم بيت الله ان الدنيا اني بغيت اطيح بالنار لا اللي عنده من كثر ما فزيت نرجع قاعده نقوم من بكره قلت وين انت شيك؟ قال والله اني ما ادري شو السالفه انا قمت صحت والله انها الصيحه يا الربع يمكن اللي بعده كيلو يسمعها يا ولد بيننا هو يصيح ما ادري سالفه هذا اللي يقوم يصيح فجاه ويرجع هنا يا عيال من قد كان راقد وجات زي الطوبه ولا زي حصى هذه اكثر شيء يعاني منه بحياتي كوره ولا حصاه ولا طايح من فوق الجبل تمركز انا كنت يا صح هذه وانا راقد وعلى الطبيعه اذا وقفت جنب ترى لا ودي اطلع رجلي مع الكبوت من الفرامل يا تقدم وانا اقول انا اقدم معك قد صاد معك ها انا ابو مالك يا ما صلحت عمليه رجلي ما اقدر احركها مركبنا مثبت ذا من هنا الى هنا ما اقدر احركها وتجيني ذي اللي تلقى حصا طاحتن علي قسما بالله اني اكثر من مره كذا يا ولد اقوم انا رجلي هناك سيقو هذه تجيني بشكل يومي الكوره ذي ولا لا لا يا مالي حق الولد كاتب يبص عندي اشاره الركبه لا اله يا رجل سافر والله اني يا رجل بالكسور انا شولف لاعطيك والله يا الربع انك تشوف زي كذا الله لا يبدا العافيه فعلا والله الحمد لله العافيه لا تنشر ايش تبعنا ابكى انا اركض وانا نايم رجيت تحرك وانا من انت ايش تنسى مرتبه الاولى ولا الورا يوم تشوق البارح انت راقد يا سيف دقبوري اقسم بيت الله اني اركض وانا نايم كذا بفراش رجيت تحرك وانا احس اني ما قلت على السالفه مجرب والله ما فهمت كله انا اشوف والله يا سيف اشوف يصحى الحمار ولا شو سيف 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 ابو فهد عشان كذا انت ما تسمن كاردي وبالنوم يهرول لا يصحى الحمار تغير رجله غير اللي والله غريب في اشياء غريب غريب اصلا في شيء غريب انا عندي شوف عندي النوم شخير يا ربك احمد ما شخير حركه ما ترى شخير عند الرزقي لا يعني تقدر تعترف يعني ما احتاج تدبل والله انا ما له دخل يا تسمع شخير يا عيال عادي فريد ما له علاقه ابو نزار انا مستراقد جنبك شاخر بيني وبينك كيلو يا ابو عندك عبد الرحمن غالب فيصل معلي عبد الرحمن غالب ما شاء الله يشرب خشم فمه يا ربع انا ما عندي دبل من فوق وانت عندي سلبيه هلا على المعلوم ولا نايم بس ها الباقي تكتب قصيد ما شاء الله الله يطول يا وجودي وراك يا طويل العمر جاي احركها لا بس اني كنت مره سويتها قمت قبل يمكن 10 سنين كذا ما نذكر او اكثر بعد قمت من الدور اللي فوق ونزلت ما تشاركنا للدور اللي تحت فتحت المجلس ورقت ماشي ما احلم ويدوروني البيت عقب ما قاموا يدوروني ماني موجود زين صح صحت طلعت من البيت ذكرتني ايام لندن الله يهديك والله العظيم يا جماعه اكثر انسان تمام مزعج في وقت النوم هذا ما ودك اصمت ورب العظيم اني اخذ فاين واحطه على اذني هذا فارع انا الشخير انا
والله يا عيال زايد سافر فيه ها على كيفك انا وكل عبد الله دافع عنه هو يدافع وكل عبد الله فريد رقد جنبك انا قايم انا وفهد امس اي عبد الله الرزقي يرفع هذا يكبس ها الصوت من هنا والصوت من هنا يا تقول تقول طليان اخير انه هذا والله حتى يسخر مع ذمه ويسخر مع خشمه انا ما ادري كيف نتعامل معه وهذا دقيقه دقيقه اسمع اسمع بالله الشعر يقول شكله ما عنده عيال حنا في كارثه ما عندنا والله يا فهد يا شيخ قوي ولا واحد في الركن في الركن في الاخير حتى بعيسى يشتكي منه يجينا صوت لا يجينا صوت من المسجد يود يخلع وحتى في سحب يا ولد اسحب ما له حيله اعرفه اعرفه وين هذا الزهيد رايح راقدم من الزهاد راقدم في المسجد الزهيد بريدي ليه ليه صاح اليوم متى يوم احترم كان يقض موال ولد لا شاهي موال دخل جو دخل جو موال ايش موال 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 اغني وانا فهد فهد انا ما كان فيني شخير يا فهد فهد انا كنت ما احب اللي يشخرون لا كان فيني شخير لا العلم ما كان يشخر بس انا تشخير التعب اذا تعبت طقيت لي جنبين انت فيك فيك هنا شخرت وتحلمت لا في انحراف كل شيء والليل يا التيشيرت الولادي هذا ولادي راح الخوار راح الخوار هالعصر يا ولد يا ولادي انت وفي بعض الربع وهو نايم يمشي يقوم يروح وهو نايم يا رجال والله ما قد شفت والله ما قد شفتهم ذولي اقسم بيت الله اني انا شايفهم ما غير مش على اخوك انا اخواني ها اخواني الله يحفظه اقسم بيت الله اني قبل قبل مش على اخوي اني قوم يعطيني الغرفه اجل ما البيت كله ابوه يا عيال نبي نحرك الجو نبي نلعب لعبه رجال عزيز جمله 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 يلا مثلا انا اقول بس جملة صحيحة إعرابها صحيح ما هو بكلام على نظر إعرابي مع نفسك عربي مثلكم يلا راح راح دوس أبو سعد فهد فارع اقطع الصوت داسر اقطع الصوت مثلا تقول أكل أحمد التفاحة مثلا يقول عثمان التفاحة فاكهة لذيذة هذا يقول لذيذة عاد يكمل له جملة صحيحة لازم تكون صحيحة على تفاحة لا أي شيء أي شيء اللي يبدأ هو اللي يورط على الإعراب ولا على المعنى على المعنى والإعراب كله لذيذة وش اقول لذيذة بنت جيدة لا لذيذة هو جميلة كما حياك شيء اي كمل كانك تكمل تكمل طيب يلا دوس يلا من عندك يلا من عند سيف انا اخر واحد اللي الرخاص تقول شيء ما اعرف سيف الله يرحم والديك يلا غصب يعني انت نظراتك ذي خلاص آه لا ما تصلح ان التفاحة لذيذة لا يا شيخ طقمك غيره طقمك المثال ما عندي والله ما اعرف هاللعبة دي غير بتقال ولا مش كسحب عليها ذهب عثمان الى الغرفة الغرفة نظيفة وجميلة والله ما صدقت الغرفة كبيرة جميلة برا 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 جميلة شرع شرع بالتم لا المفروض كمل عني انا جميلة الغرفة الغرفة نظيفة وجميلة انت برا ان الشاه لا 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 خلاص برا كيف اللعبة يا عيال يا عيال عيال ما فهمنا دقيقة انا قلت هذا ايوه اخر كلمة قلتها للغرفة قال هذا الغرفة تكمل بكلمتين اقل شيء كلمتين ثلاث لا قال انا اول جملة هذا يكمل من الكلمة الأخيرة لعثمان أيوة. ويقول زيد على كلمتين أو ثلاث زي كذا بس وش ها وش ها جمل صحيح يلا عصر يلا عصر فيك معصر براسي هوشة بعد راسك هوشة قوم يلا يلا قوم أبو غالب قوم أبو غالب جاسم من جاسم أمه لازم تفهمنا لازم تفهمنا قد ما تقدر يلا أبدأ شيء عرفت غالب لعبة فيها جاي أنا حسب المغزى يقول شو الكلمة ما يمكن قول أي شيء والله والله ما اعرف لا اصف علي ترك الترع يلا الغرفه يلا. نظيفه وجميله لا نعيد 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 يلا لحد اكل عثمان تمرا كثيرا كثيرا ووفيرا انه موجود معنا كل شيء تريده على كيف سؤال هذا ما يجيب كلمتين ثلاث هذا اورد ذا ما يعرف هذه انت لازم تطول حتى احنا هنا اصلي كثيرا انت يهمكم يهمكم اخر جمله بس لا خطا لا زيد جمله اعرابها صحيحه زيد كلمتين ثلاث كلمات فقط زين لكن اعطني كثيره كثيره وانا شايف كثيره ووفيره كمل كثيره ووفيره معنا وكثيره ووفيره زيد كلمه معنا ثلاث وفيره المعنى ايوه كثيره ووفيره معنا وفيره معنا ايوه تمام معنا يلا معنا
معنا كثير من التمر. لا ترجع ترى وش قل معنا مثلا يعني خلاص خل اكمل جملة يعني. ترى في فكرة باللعبة ذي استرسال بالقصة. اي استرسال هي استرسال اي نصنع جملة كاملة خلاص اذا انها تبغاها استرسال لا تشرط صحة الاعراب والمعنى. مو صحة الاعراب كلمة صحيحة موضع صحيح. خلاص يلا نبتل بسالفة معينة يلا شطح على كيف. لا ببدأ انا ببدأ يلا اشغال امنا يا زهير تروحون انا بصنا الدور فهمت انا عشان يفهمون يسوون انا فهمنا بس انت ما تفهم. عبد الله الروقي ليدر القريه اعطتكم مدخل على القريه ايوه عشان يقول اسمه ايه حركات القريه فيها الكثير من المتسابقين. المتسابقين كثيرون في القريه نفسه كثيرون المتسابقون فعالون داخل القريه. انت فهمت المعنى ابو غالي نفس القريه انت فهمت المعنى الحين هو قال تسلسل. عبد الله الروقي خلاص انت هذا يقول القريه فيها كثير متسابقين انت تقول المتسابقين القريه ما زالت جميله بعيني مثلا القريه فيها كثير لا. من المتسابقين هو عند المتسابقين ما هو استرسال بالقصه نبي قصه اي نبي قصه قصه يلا المتسابقين لا خلنا نغير نبدا من عند نبدا من عند فهد ممارسه الاشياء نبدا من عند اللعبه عشان يفهمون عيال بس اكتشف فهد فارع عبد الله الفريدي اكتشف فهد فارع عبد الله الفريدي كان لا يعرف اين يذهب واين يروح يلا يا عدل اكمل لحظه خليه خلص لا تفهم او تعود على عشان اطلعك صحونا الناس بالمال وتنزون انفسكم. الفريدي كان لا يعلم شيئا الا ان علمه فهد فارع يلا قول معي استاهل فهد فارع انجب ابنا اسمه فهد فارع انجب ابنا اسمه فهد متسابق لدينا مثلا يلا تعال فريدي يلا شايف طلع برا شايف طلع برا لا دورنا في شيء ثاني هجد ما انتم مستوى كمل عادي خلنا كمل وين وصلنا وصلنا الى فارع انت ايش قلت يا فهد فارع قال هو اخر شيء ورا غيره الملبورو لا اضع ميت وش قلت؟ يقول السيارة في الطيارة الله لا يحيي ايش ذا ضحك ذا ولا قلت حياة ماشي ما انتم ايه يا مدل وين البلوفر اللي قبل شوي ايه خلاص هلا بالزين اخذ شاور ها الغداء باقي حنسويه ما تغدينا ايه هو ام عيال هنا بيسوون على لا بالطرف هنا ايش هذا الثاني ايش التناسق الفاشل هذا ولا دوش اخضر اصفر يا اخوي غادي كانك بكج يا مرحبا يلا شال ابيض حلو انت سيف خلاص انتهى وضعك قلقنا لا وانا يا اخي اذكر في لعبه كذا فيها استرسال بالقصه تصير فيها ضحك على كيف لا يا عيال عندي في كل وافي وكل من لقى